السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. إلى حلقة جديدة في برنامج بيوت الأشباع. من ضيف حلقة اليوم؟ مرة أخرى، إذن ضيف حلقة اليوم الأستاذ مصطفى أحمد حسن عبادة، النقابي بالهيئة النقابية لعمال النقل النهري، والذي وثق كثيرا لعمليات اعتقاله في وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى عبادة. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ. يعني الواحد أول حاجة يترحم على الشهداء من بداية استغلال السودان إلى يومنا هذا، والجرحى إنهم يتماثلوا للشفاء، والمفقودين يعودوا إلى ذويهم أو يعرفوا مكانهم وين إن شاء الله. في البداية أستاذ مصطفى عبادة، متى وكيف تم اعتقالك؟ تم اعتقالي يوم 26/11/1989. كان في إعداد للإضراب، ما الأطباء براهم، كان النقل النهري غالبية النقابات يعد لإضراب، السكة حديد تعد لإضراب، اللي هو تنفيذ لاتفاق الدفاع عن الديمقراطية الموقع في نوفمبر 1985 من جميع النقابات والأحزاب والكيانات الشبابية والنسائية وحتى القوات المسلحة. والكلام ده كان يوم في ميدان الأهلية بأم درمان. كيف تم الاعتقال أستاذ مصطفى؟ الاعتقال تم من منزلي بالدروشاب في تمام الساعة 2:00 صباحا، طرقوا الباب، كان في إرهاصات لاعتقالي. مشت زوجتي ووالدتي الله يرحمه عشان يفتحوا الباب، دفروا. ليه مشت المدام ووالدتك عشان يفتحوا الباب؟ أين كنت أنت؟ أنا كنت نايم، كنت نايم في الغرفة بتاعتي، ما صحيت بصورة مثلى يعني. وهم مشوا، الباب فتحوا الباب بسيط، طوالي هم دفروا الباب وجو خاشين على غرفتي طوالي. كم كان عدد الافراد الذين اتوا داخل المنزل؟ كان 6 افراد. ايوه، داخل المنزل كان 6 افراد، اسلحه مختلفه، اللباس كان ملكي ما فيه عسكري، التسليح كان بنادق ومسدسات. في حوالي الساعة 2 صباحا تقريبا طرق الباب، ونحن كنا يعني نايمين في الغرفة، والوقت وقت شتاء يعني، ففتحت باب الغرفة، طرقوا على الباب طرق خفيف يعني، فتحت الباب لكن شنو حاول يعني بعدوني من الباب بعنف كده. شنو يا ناس، في شنو، انتم منو؟ قالوا لي نحن سلام عايزين مصطفى عبادة. وقمت قلت له مصطفى ما في مصطفى طوالي سنة الحركة، وقام على العيب فنادى مصطفى لما طالع عليهم كده على خارج الباب. أنا قمت قلت له يا اخوانا دقيقة عشان اديك غيارات وحاجة. قال لي لا ما بالضروري. قمت جدحت عليه، والعمة جيت العمة قريبة عليه وجدحتها،
فشال العمة وقال لنا حنس الأمن، جينا بأمر عشان نقبض. طلعوا على كده وصابوه بعنف كده وطلعوا على الباب. المدام جدعت لي العمة، لبست العمة، ماسكني من كتفي نفرين باليمين وبالشمال. طلعنا البيت، من البيت كان في بوكس واقف. طلعنا كم البوكس. كان العدد بتاعهم؟ أيوة، الناس البرة أربعة، يعني العدد بيجي بتاعهم حوالي 10. 10 بالسواق؟ أيوة 10 بالسواق. طيب واصل. ركبنا البوكس، البوكس اتحرك. البيت ما بيبعد من الشارع الرئيسي سوى 200 متر 300 متر. واضح انه في عربيه ثانيه كانت منتظره في الشارع الظلم. انت كنت مفتح وشايف الطريق؟ ايوه، الساعه دي كان مفتح واي حاجه. ركبوك في الكابينه بتاعت العربيه ولا ركبوك في الظهريه؟ لا لا، بورا لكن في الحديده. تقعد تحت؟ ايوه تحت في الارض. لا لا، في الحديد. في الحديد. ايوه. بعد اتحركنا شويه، طوالي هجموا عليه، نزلوني تحت في الارضيه بالعمه ذاتها، وصيغت يداي وعيوني بالكامل بالعمه الان لابس ذاته، وامرت انه ارقد على بطني في البوكس في ارضيه الصندوق. أيوة. ايوه، في بطانيه كده جدعوها فوقي. يلا، العربيه تحركت، مشينا. يعني ده محل سكني ومحل انا بعرفه كويس. وصلنا محطه الكيلو، هي محطه بدايه الحلفايه. طيب. في واضح انه في مجموعه مرتكزه. داولوا الحديث ومشينا لقدام. العربات مشت ودلفنا بعد مده. واضح انه وصلنا لفه الشعبيه، لانه برضه كنت بقطن هناك في الشعبيه. دخلنا على الشعبيه. انا عرفتهم، هم ماشيين لمنه؟ ماشيين للاستاذ مرغني احمد. هو من هو مرغني احمد؟ مرغني احمد هو زميل استاذ معلم، زول مناضل. لا، من جابوه عليه نفس الطريقه، عصبت عيونه، رقدونا، غطونا بالبطانيه، مشينا لقدام. وقفت العربه امام منزل سعودي دراج، برضو عرفته بالصوت بتاعه، وبيناتنا صداقة يعني وزمالة وشغل بتاع نقابات. نفس المسألة، ربط سعودي وأوثقوه ورقدنا سوا في العربية، غطونا بالبطانية، مشينا لقدام شوية. وضح إنهم وقفوا قدام بيت دكتور نجيب نجم الدين. كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ بعرف، بعرف هذا الحته دي. اين يقع البيت؟ البيت في الختميه. في الختميه؟ ايوه. طيب. ايوه، ما لقوا، ما لقوا. تحركنا نحن الثلاثه والعربيه ماشي. العربيه او البوكس عبر كوبري الحديد. كوبري الحديد تبينتوا كيف؟ بحركه اللساتك. بحركة اللساتك وال دق 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 دق. مضبوط. ايوه، ووقفوا في بداية الكوبري، تجاذبوا الحديث مع افراد، مشوا لقدام في نهاية الكوبري، برضو تجاذبوا الحديث مع افراد. مشينا لقدام، ما اتجهت بشارع الجامعة. اذا كانت في قوة يعني من الامن في ايوه منتشرة في الكوبري، في كل المرتكزين، في كل الكباري، في كل الحتات الحساسة.
دخلنا على جهة القيادة العامة لكن ناحية الشمال شوية. كيف؟ ناحية الشمال. أيوه ناحية الشمال. وقفنا قدام حتة تجاذبوا الحديث قالوا نحن بنسمع الصيد الليلة كيف؟ قالوا الصيد الليلة سمين فيه سعودي دراج وبعض الشيوعيين نقط نقط أنا ما بقدر هذه الكلمة أقولها ويعف لساني أن أقول مثل هذا الكلام. طوالي العربية تحركت أصوات أرجل تجي جارية مع العربية تحاول تحصل العربية. يا إخواننا ما تفوتون التشريفة ما تفوتون الاحتفال ده ده احتفال كبير يعني لازم نحضر والأصوات تتعالى بالتهليل وبالتكبير وجارين أصوات. سعودي دراج كم كان عمره في تلك الفترة؟ عمر سعودي فاتت 60 يعني 61 62. طيب واصل القصة. أيوة طوالي جرونا من العربات من كرعنا للوطن مباشرة. يعني سقطت على رأسك؟ أيوة تقع على التأكيد. رأسك تقع على جنبتك تقع عليه مهما كان. طوالي يبتدي الضرب بشكل عشوائي بشلاليت في المحسن في الكلية في كل في البطن في الرأس في الكتفين في الرقبة كل ده وانت مغمض العينين ومعصوب اليدين. جات دور الخراطيش والصياط بضرب مبرح. الكلام ده استمر لمدة ساعتين ولا ساعتين ونص أو ثلاثة ساعات في ساحة ولا في ساحة مكان مو في ساحة في ساحة واضح إنه فيها ويهللوا ويكبروا. والله الليلة يا سعودي صلحتك دي يا ما تشوف وتسمع الضرب في الرأس بتاع سعودي يعني نال نصيب الأسد من الضرب من الضرب في هذه التشريف. لا حول ولا قوة إلا بالله. واصل أيوة. مصطفى أذان الصبح أذن والحفلة مستمرة. أيوة والحفلة مستمرة والصوت واضح إنه الجامع ده ما قريب. طوالي تخيلت إنه ده الجامع الكبير بتاع الخرطوم لأنه الصوت ما 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 قريب. أنا شعرت إنه الدم بينزف من نخرتي ومن خشمي و يعني قاموا للزونة في حاجة كده صغيرة ونحن مع بعض الثلاثة مضمومين مع بعض. يعني أنت حركتك بتكون صعبة جدا محدودة. أيوة في إنه يدينك وعيونك مربوط. أيوة مربوط. تركونا على هذا الحال. جو فتحوا الباب مع الصباح حوالي الساعة 8 أو 9 صباح فتحوا الباب. أصوات في صوت بتاع استغراب دمنوا أنتم من وين جيتوا من وين والعمل فيكم كده منو الحتة اللي بيتوا فيها كان شكلها كيف؟ الحتة اللي بيتنا فيها ما شايفين حاجة. أيوة لحد اللي معصوبين العيون. أيوة معصوبين العيون بيتنا معصوبين العيون يعني الواحد يتزحزح بجسمه لحد ما سند
ظهره على الحيطة. طيب. فتحوا الباب. العمل فيكم كده منه باستغراب، وليه يعمل كده؟ ودي ما طريقة، ودي حاجات بعيدة من الخلق السوداني وما أعرف شنو. أنت يعني عارف إنه ده دور ذاته، ده نوع من الدور اللي بيلعبه الزول اللي بيقول الكلام ده ذاته. أكيد. جا شايل معه جركانة بتاعت مويه، الوسط ما الصغيرة ولا الكبيرة، جركانة مويه باردة، حتى الجركانة مندية من برا. طلب مننا، كان الوقت شتاء افتكر فيه، شتاء شهر 11، فكوا اليدين لسه معصوب العيون. بعد نطلع يا اخوانا هنا، نحن بنتبع التعليمات بتاع الجيش، ورجاء انكم تنفذوا التعليمات بتاع الجيش، ونحن الاداء اللي بننفذ الكلام ده. طلبنا منهم انه نحن نمشي الحمام، قالوا لا، عندكم المويه دي وعندكم سندوتشات، بعد الفطور تمشوا الحمام. قفلوا الباب، فتحنا عيوننا، لقينا يعني حالة سعودي يرسى لها، الدم مالي وشه من نخرين ومن خشمه. وكيف كان حالكم انتو؟ برضو نفس الحال، نفس الحال، حتى الشنب ده يعني الدم لصق فوق. يلا كيف حنتعامل مع الموقف اللي احنا فيه؟ تكلمنا مع بعض. عرفتوا نفسكم قاعدين وين؟ ايوه، وين؟ في غرفة صغيرة 3x3 او 3x2.5، فيها لساتك بتاعت عربات، واضح انه مخزن، فيها بطاريات بتاعت عربات ثقيله. كنتوا كم انتوا؟ كبيره، نحن ثلاثه الساعدي. انتوا الثلاثه اللي ايوه، انا وسعودي، تم اعتقالكم في نفس الليله، واستاذ مرغني. طيب، الناس اللي بيتنا مع بعض. يلا قررنا انه ناكل، يعني بالرغم من الحاصل لنا ناكل. نحن وسط ناس بيشتغلوا بصورة وحشية وجهنمية، لابد وبأوامر ولابد انه نستعد للكلام ده. الاستعداد للكلام ده ما في داعي لتجويع نفسنا او ندخل نفسنا في اضراب عن الطعام ولا اي حاجة. كنا محتاجين وتعريض الفخ الاول، اللي هو انه نستعمل المويه بكميات كبيره بالرغم من الشتاء. كنا يعني الضرب والسحل انه كنا عطشه بصوره مزعجه جدا. شربنا المويه عشان تمشي الحمام، في كيس جنبنا فيه سندوتشات، سندوتشات بتاعت فول ابو العباس ذو النكهه المعروفه الثوم. طيب. الكثير بتاع حاجه زي دي. كان ملان شطه الفول؟ لا، كان عادي. طيب، كان عادي. استعملنا المويه اكثر من الاكل. جا شالوا يا اخواننا نمشي الحمام؟ لا لا، بعدين بعد شويه بنجيكم. ثاني ما شفناهم الناس ديل الا في العصر او قريب العصر، بيفتحوا الباب بعينونا من احنا بنغطي عيوننا، بيقفلوا الباب، نفك الرباط من عيوننا. طيب، ده على حسب التعليمات اللي قالوها. يا اخواننا دايرين نمشي الحمام، انتظر حبه.
انتظر حبه لحد ما المحسن بتاعنا اتكور. يعني لو قمت على حالك بس انت هتتبول في نفسك، لانه دول ما تبول من الساعة 2 صباحا وانت شسعوك من النوم، معناه وشربت كمية كبيرة من المياه، شربت كمية كبيرة واسع العصر. انا طوالي غرسة مشيت زحفت على البطارية، فتحت العين الاولى العين الثانية البطارية الجديدة بولت فيها بولت فيها مرغني برضو شاركني في الكلام ده، لكن هذا السعودي الجبل انا كان لغبي له الجبل ما رفض يتبول. ليه؟ ما عارف، ما انه يعني كنا في حالة صعبة جدا. بعد ذاك جد الباب كويسة انه ما اكتشفوا انه نحن عملنا الكلام ده في البطارية. لانه لو اكتشفوه كان مزيد من الضرب. وفعلا من جو خاشين جو خاشين بالخراطيش تاخ تزاخ تاخ ترخ تاخ ترخ، ودونا نحن الثلاثة ماسكين يد بعض، كل واحد يده في كتف الثاني، وفي زول هناك سايقنا. والله اها النازل ضربوكم البارح بدقوا فوقهم وبيعاقبوا فوقهم، ليه يعملوا فيكم كده؟ كرروا نفس الكلام. معناه الكلام شنو؟ ما منهج. مشينا الحمامات جينا راجعين، في الطريق بنضرب وفي الرجعه بنضرب. دخلنا الغرف جونا بالمسا برضو طلعونا برا في الساحة بتاعت البارح ضربنا. في واحد قال لهم يا اخواننا اسرعوا في التشريفة الثانية. التشريفة الثانية اللي هو يدك الشمال مع يد زميلك اليمين وكده، وتضرب على اتجاه المخالف لزميلك، وصوت جركانة بيدقوا فيها سيروا. تضرب على الايادي؟ اه ولا تضرب على الايادي؟ لا تضرب؟ لا لا، انت يضربوك على كتفك. ايوه بالاتجاه المعاكس للزول اللي معاك، يعني في زول حيشد يمين وفي زول حيشد يسار. اكيد. بعد شويه جابوا جركانه، تسمع صوت الدق في الجركانه، سيروا 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 ولا دموا جو. صلف عن جهية من ناس مقفونين فاق التربوي، تفاهة ما بعدها تفاهة. بعد ذاك رجعونا قعدنا نفس المسألة، سمعنا أصوات ناس جابوهم جداد التشريف وما التشريف وبيضربوا فوق. الكلام ده استمر 8 يوم في هذه المخدم، فول ما في سواق ما في حمام ما في غسل حتى أي حاجة. طلبنا الصلاة يا زول، صلاة شنو؟ هنا ما في الله، ما في صلاة هنا، هنا ده جيش وتعليمات فقط، ما تخشوا في أي كلام تاني ولا تطلبوا كلام زي ده. في اليوم التاسع حولونا لحمام، حمام بانيو في حوض بانيو، الممر بتاعه ضيق جدا، فيه الحمام الأرضي تحت مغطى بخيش
ما فيه مقعد، ما فيه اي حاجه. استاذ مصطفى، بينتوا انكم تحديدا وين؟ نعم نعم، بصوت القطار. نحن اول حاجه، اول تحديد، نحن عرفنا نفسنا جنب القياده العامه، جنب القياده العامه وجنب القطر بتاع السكه حديد، والمنادى بتاع سر الليل اللي بيقوله بتاعة القياده العامه. ايوه الديدبان. ايوه، معناها نحن في المنطقه العسكريه، في المنطقه العسكريه. مشينا قعدنا في الحمام ده، قاموا في اليوم الرابع جابوا لنا ولد شاب صغير عمره كم، 20 سنة، ما تكلم معانا. نحن شكينا فيه انه يكون هو مرسل عشان ياخذ منكم معلومات. ايوه، ويدار مننا معلومات او يشوف الحكاوي بتاعتنا. طيب فهمنا انا والسعودي بالراحه في انه انا بعرف لك الزول ده. مشيت عليه، ازيك يا شاب، اهلا وسهلا، انت منو؟ قال لي انا بكري جبريل، طالب بجامعه القاهره. انت من وين يا ولدنا؟ قال لي انا من عبر. انت ولد جبريل فلان الفلاني؟ انا بعرف والده، انا بعرف. بعد كده شنو؟ يلا وثقتوا فيه واطمئنتوا تماما، بدأتوا تتكلموا، بقينا نتكلم. وبالمناسبة هذا السعودي الله يرحمه، عليه رحمة الله، ايوه، زول طرفة بيطلق النكات وبيجيبها وبيخترعها من العدم، وده كله كان بيعمله عشان يخفف على الناس، يخفف مصاعبهم. أكيد 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 أكيد. كم قضيتوا في بيت الأشباح؟ في بيت الأشباح الأول. أيوة، ما لسه ما جايك أنا، 8 يوم وهنا 12 يوم، بقت 20 يوم. 8 يوم في بيت الأشباح الأول. أيوة، جنب لا لا لا. جنب القيادة كله العامة، كله كله في البيت الأول. طيب جابوا لنا واحد تهمته انه هو زول بيقبض السالف، بيسرق البهايم، ها، ويوروا محل البهايم وين ياخذوا عليها مقابل. ايوه، لكن الدوره دي اتطوروا شويه، بيجوا يسرقوا العربات يسرقوا العربات ويوروا محل العربيه وين ويقبضوا ثمنها، يقبضوا يعني التمنى. شغلهم اتطور شويه. عرفنا انه الدوره دي تهمتهم او تهمه جنائيه، تهمه جنائيه يفترض ان يكون في، ايوه تهمه جنائيه، ويجيبون معانا نحن كسياسيين. ثاني حاجه، الزول ده زول مسكين ساذج ما عنده اراده، معاه ناس ثانيين كانوا بيحزموا، لأن الدورة دي العربية سرقوها كانت بتاعت زول نافذ أو زول أكيد من النافذين في أيوه في السلطة. أكيد غدر جاب الراجل ده لزوا معنا والباقين ليحزموا لحد ما تسمع صوت الريح منه زي العجل المراد ذبحه. الحاجة دي كنا بنعيلها بأخرام الباب. يوم جا شايلين جركانه معاهم، جا لابسين مغنع ما في الا الخشب، الشويعي يرفع يده. نحن متفقين انه لا نستجيب لاستفزاز مهما كان نوعه ومهما كان درجته. ما في زول يتحرك فينا. قاموا قالوا الجبهه القوميه يرفع اصبعه. عمك احمد طوالي رافع،
للرجل الجاي ايوه بالتهم الجنائية. ايوه بالتهم الجنائية. قال الليلة عشان احتفال دارين نطلق سراح في بطان، هيقوم ما بين الجبهة القومية الإسلامية والحزب الشيوعي. عمك اتكيف من الكلام ده جدا، جابوا له جركانه وبيدقوا سيره. ها الراجل ده ادانا كل واحد 20 صوت. الدم الدم لحد ما نزل تحت البنطلون من ظهورنا. رجل خبير في البطان وفي ضرب السيطان. انتهى من الضرب بتاعنا، خدكم دقوه. سعودي هو كان بيتصدر للكلام، ما حندقوا ما حدقوا له لانه ده رجل ساذج ما عارف حاجه ولا عارف الدور اللي انتوا رسمتوه عشان يلعب. خد يا عباده لا ما بضرب، خد يا بكري ما بضرب، خد يا امير غني ما بضرب. قاموا مسكونا ضربونا تاني. ده جيش وانتوا ما بتنفذوا اوامر. بتنفذ الاوامر. ايوه. في الفتره الاولى نسيت انه اذكر حاجه، الفخ الثاني. الفخ الثاني معلش ارجع لورا شويه. اتفضل. الفخ الثاني مره جابوا لنا صحن فول، كان بيجيبوا سندوتشات الدوره دي جابوا صحن. هي عباره عن شطه بالفول. ما فول بالشطه. كان كميه الشطه اكثر من على اساس انه ناكل الكلام ده. ويسبب لك مشاكل في ايوه واضطرابات في المعده. ايوه في المعده. رفضنا. هنا رفضنا. ما عاقبوكم على الرفض؟ كيف؟ عوقبنا عقاب شديد جدا. ده اضراب عن الطعام والجيش ما فيه اضراب عن الطعام وعشان كده لازم تتعاقبوا. ضربونا ضرب مبرح جدا. ضرب مبرح. انت كل يوم بتضرب ما بين يعني في كل ضربه مرتين ما بين 70 الى 80 يعني 160 صوت او خرطوش في اليوم. استاذ مصطفى طيب متى نقلتم الى الواحه او البيت الثاني؟ ايوه البيت الثاني نقلنا الى الواحه. ساقونا معانا ناس ثانيين جابوا الليمون علينا معصوب العيون. ها في ممر ضيق كده مرغني شكا. طبعا الاستاذ كان عنده سكري. شكا من حزغ البول. طوالي امرناه انه يبول وقام بكري طلع الضمادة أو الغطا بتاع العين بتاعه. ها؟ اللي هي بشكير. أيوه بشكير. راح ماسح بيه. مسح بيه البول. أيوه. لأنه لو جيبوا لقوا الكلام ده حنضرب. بشجاعة شديدة طوالي مسح وغطى نفسه طوالي. مشينا غرفة لقينا عكاشة عبد الله السني الله يرحمه عليه رحمة الله وعبد الجليل حسين الله يرحمه عليه رحمة الله توفى قبل شهرين. عبد الجليل ده زول مسؤول في إدارة البترول مهندس وزول عالم. عبد الله السني دكتوراه في الكمبيوتر وصاحب معهد أول معهد بتاع كمبيوتر في السودان كان اسمه أليكس كمبيوتر. زول يعني انتليجنت. السني زول برضو زول طرفة مع سعودي شكل ثنائي جميل. كان بيقضوا لكم الأوقات بتاعتكم
بالنكات. ايوه وبيخفف على الناس اكيد. وانه سعودي كان بيكررها طوالي انه كله حيقبح حكاوي في يوم من الايام، كله حيقبح حكاوي، وفعلا بقى حكاوي. مشينا دخلنا الغرفه دي، قضينا فيها 12 يوم. اذا 8 و12 حوالي شهر كامل. لا شهر شنو؟ من يوم 26/11. متى نقلت الى السجن العمومي في كوبر؟ يوم 14/1. 14/1 سنه 90. يوم 14/1 سنه 90 قاموا طلعونا انا وعكاشة وسعودي ومعنا واحد ثاني، انتوا طالعين للاعدام، حننفذ فيكم الاعدام. قبلونا على الحيطه، رفعنا ايدينا، ناس بتعمر في سلاح، اكتب وصيتك، ما عندنا وصايا، كلنا متفقين انه ما نستجيب لاي حاجه. ابتدوا بسعودي ما عندي وصيه، بعكاشة ما عندي وصيه، بي انا ما عندي وصيه. حتى بكري كان معاكم؟ حتى بكري هاي جلدنا عشان ما استجبنا للكلام. بعد شويه مقبضي العينين ودونا، انت ماسك في باب بتاع حافله، ركبونا الحفله دي مشينا. في اذا بنا نحن امام بوابه بتاعت سجن كوبر، فتحوا عيوننا دخلونا جوا المكتب اللواء الكامل رحمة الله عليه، والواحد هنا بيشيد بشجاعة هذا الرجل عليه رحمة الله. عليه رحمة الله، رجل شجاع. أول حاجة اتأفف، كنا في حالة غريبة جدا، لم يشأ أهل الكهف يعني. دي حاجة تانية أكيد، فترة بتاعت شهرين. أيوة، لا فيها بدون حمام، لا فيها حمام، لا فيها أي حاجة. شعر كثير، دقون واصلة لحد. طيب عشان الزمن ما يسرقنا. أيوة. متى تم إطلاق سراحك؟ واحكي لنا على الفترة الثانية والفترة الثالثة بإيجاز. تم إطلاق سراحي يوم 3 يناير 1990. مكست مع أسرتي 5 شهور فقط. تم استدعائي بورقة إنه أنا أجي في مبنى جهاز الأمن. مبنى، لا ما جهاز الأمن، مبنى المصرف العربي حاليا. المصرف العربي حاليا. حاليا كان الحاجه دي او المبنى ده كان بيستعملوه او نادي الضباط الاداريين. ايوه، اللي هو حاليا بنك ام درمان الوطني. ايوه. طيب لقينا يدوك الورقه دي، بتجي قاعد فارسين 3 بروش، الثلاثه بروش دي مليانه، تقعد. في إمام معانا مؤمنا للصلاة، نصلي، تجي الساعة 6 يا اخوانا ارجعوا البيوت، بكرة تجوا في نفس الساعة 8 صباح. نجي في الساعة 8 صباح. الكلام ده استمر لمدة أسبوع. مجرد تضييع للزمن. ايوه، تضييع للزمن، وإنك عشان تطلع من طورك فيها إذلال كمان وإهانة للإنسان، ومزيد من الإذلال. اليوم السادس قالوا لي أنت ما تم في البيت،
قالوا للباقيين في البيت. قاموا جابوا شاب صغير عمره ما يتعدى 22 21، عرفت انه طالب، طلبوا منه في مظاهره في ام بده انه يكون هو طعم عشان يشوفوا القيادين الغايدين البغود المظاهره قايمين بالمظاهره. ايوه تعرفت عليه في البرش وهو الشاب فيصل شب. ابى ينقاد للكلام ده، الشاب ده ضرب ضربه مبرح جدا، ضرب يعني غريب من نوعه. لا حول ولا قوه الا بالله. مشينا طوالي من هناك ودونا القياده في الجهاز بتاع الامن، طلعنا انا خليت فيصل هناك، جيت العماره برضه لقيت فيصل شبو خليته في نادي الضباط. أيوة الاداريين. ايوه ودوك ودوني انا براي ببوكس مباني الجهاز الامني. أيوة الحاليه اللي هي العماره الكم طابق دي. ايوه لقيت كميه من المعتقلين فيها زي 14 زنزانه، اثنين حمام فقط. بيطلعوا الناس ديل في وقت واحد للحمام، بيرجعوا الجنازين، بتتم تشريفات في الساعة واحدة حفاء. واحدة ظهرا؟ واحدة ظهرا شهر يعني شهر خمسة في عز الصيف. جابوا لنا مجموعة بتاعت فنانين تشكيليين، عبد الواحد وراد، عادل القصاص، صلاح سليمان، محمد جاه الله، علي الامين. انا بعتبر دي قائمة شرف يعني. في حته دايرين انك توضحها للمشاهدين، المشاهدات العنيفة اللي شاهدتها لتعذيب والله المشاهدات العنيفة بعض المعتقلين. العنيفة كثيرة كثيرة جدا، في اهمها واحد اسمه الأمين كوكو. الأمين كوكو. كوكو من أبناء جبال النوبة. أيوة ده لقوه ببيع فارس له زي 3 سنك ولا 4 سنك بتاع بندقية في السوق الشعبي، وقبض عليهم بالسنك ده ذاته، وعشان يوريهم ما دام ببيع سنك معناها في سلاح. إذا في سلاح جابوا لنا لابس ريدة كاكي فقط فوق عريان، حتى بدون حافي بدون حافي القدمين. ايوه الناس دي لمن يكون عندهم فراغ بيملوه بالصلف والعنجهية والحاجات الغريبة جدا، بيطلبوا من بعشوم ده انه يعمل حاجه اسمها ست العرق استعد. كان عباره عن تأنيب ولا مجرد تسليه؟ لا لا ده مجرد تأديب، وانت ذاتك كمعتقل تشوف قدام عينك. قدام عينك. اسمها شنو؟ يعملوا دايرة في الوطن. اسمها شنو؟ طباشيرة أو فحمة. ها؟ اسمها شنو؟ ست العرقي استعد. ست العرقي؟ أيوه استعد. بيقولوها كده. طيب. يعملوا دايرة في الوطن، بيخط السبابة بتاعتك في نص الدايرة دي، وتجيب يدك الشمال وتمسك أرنبة أنفك وعلى أمشاطك تجيب على ها وتدور تلف تدور حول نفسك. هي نفس التعذيب الذي طلبوا من عكاشة انه يقوم به اول ما قبض عليه. ايوه طيب بيطلبوه من كل الناس، من كل الناس يعملوا ها. ايوه ناس كثيره رفضته. الزول ده اللمين ده كوكو بعشوم. طيب
بيدور حول نفسه ومن يجيف يضربوه تاني 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 تاني. الحته اللي جابونا فيها دي الحدث فيها الحادثه دي ها، وان احنا اختزلناها بمواقف كثيره، بيعملوا الطعام على باقي الزنازين ال 14 اللي بنوها بواسطه الاخوه الجنوبيين، كانوا في غرفه بتاع الجنوبيين سميناها هم الكنيسه. هي 18 زنزانه 18 زنزانه 18 بنوها بنوها الناس ديل، حتى ابو بكر الامين الله يرحمه اطلق عليهم عمال السخره لانه بيشتغلوا بدون مقابل. الحل دي اليوم ده كان الاكل رجله، طابخين رجله، طابخين رجله في حله كبيره، في حله كبيره جيزان بعشوم يلف 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 كوروكولو كما كنت، وقف على حيله دقه بيجاي دقه بيجاي دقه بيجاي، راح واقع وين؟ في حله الرجل الفايره. بعشوم السلخ من بدايه البطن هنا لحد لا حول ولا قوه الا بالله، يتحول من اللون البشرة بتاعته سمراء، السمراء، وبقت بشرته من هنا لحد هنا حمراء مسلخ، بقى طوالي كبسناه رفعناه رقدناه في الوطن. دي كان في فترة الاعتقال الثاني صح؟ الثاني ايوه ايوه الثاني. الغريبة قاموا شردوا الحرس العمل الحاجة دي شرد، مشوا على غرفه بعد تلت ساعة أو حاجة قاموا جابوا بطانية وشالوا بعشوم. أنتوا طلعتوا بعشوم من الحلة؟ أيوة رفعناه، والأتهى والأمر دارينا ناكل بعد ده، بعد ما شالوا بعشوم دارينا ناكل من من حلة الرجلة هل فيها لحم بعشوم؟ لحم بعشوم. أكيد كان في أسماء بترد أثناء وجودك في المعتقل. أيوه أدينا من الأسماء اللي كان داول هناك من جماعة أفراد الحراسات والمعذبين. في اسم بتداول كثير اللي هو تشيكس، ده عاصرته في الفترة الأولى وفي الفترة الثانية. أدهم، توكراوي، بدراوي، بدران، الأسامي دي طوالي متكررة معانا طوالي. طيب قصة تشيكس ده ليه سموه تشيكس؟ تشيكس ده ورد كثير في ده. يوم جانا الغريبة البيت كان صاني، ما أعرف كان في عطلة كان في شنو، ما في أفراد، ما في أفراد يعني الحركة ما كثيرة، لكن هل في ناس ولا ما في ناس؟ المهم افتحوا الغطاء من عيونكم، فتح الباب في زابي نحن قدام شافع شنب بتاعه يادوب مخدر اقرب للوسامه من الرجوله، يعني ده شنو نحن اللي احنا فيه ده؟ هل ده مستوى الناس اللي نقوهم لينا عشان يتعاملوا معنا وعشان يذلوا الناس وعشان يعملوا الاجنده او
ينفذ الأجندة الدائرة النظام؟ هل هذا هو المستوى؟ وطني وطني عاش نضال الشعب السوداني سقطت توثيقية المهمة جدا. والأستاذ مصطفى عبادة نشر سلسلة بيوت الأشباح في مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن الاطلاع عليها. حتى حلقة جديدة في برنامج بيوت الأشباح، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.